السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن الإخوة الكرام، هذا الكلب نتاعي راهو ينبح. حبيت نقول لكم حاجة برك، باللي الكلب فيه 50 مرض، 50 مرض عارف كيف، والملائكة ما تدخلش البيت الذي فيه كلب، ولذلك أنا حاطه هنا بعيد على الدار، وعنده عاطيلو الدار تاعو، المرقد نتاعو، الماكلة، الشراب، كل شيء. هذا ستامبرجي المون صغير شوية، نتبعو دايما ونفاكسينيه، نعطيه كل شيء. كرم تشوفوا فيه راهو مذبح، ما خاصو والو. الان درك نحكي لكم على صديقي الوفي مينو، صديقي الوفي اللي راهو خلص في الطومبات. كل واحد كيف يقول الطومبا، الفار الخشين هذاك. هذا هو حبيبي، هو اللي يفهمني بالشره، يفهمني بكل شيء. الفار راهو القط راهو ما يدير حتى مرض ولا مرض، يدير مرض واحد فقط، ومش هو اللي يسبب فيه، يسبب فيه حيوان يسميه الجلاله. الجلاله فهمت كيفاه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سمى على القط، سمى صحابي، سماه ابو هريره رضي الله عنه، وهو من اكبر الرواة. بارك الله فيكم وديروا النجام.